صدر مسلسل صوت وصورة ترند والسوشيال ميديا بعد عرضه بسبب القضايا الاجتماعية المختلفة يلي بيتناولها. المسلسل من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر ومجموعة كبيرة من النجوم يلي التقينا فيهم وخبرونا عن سبب نجاح العمل وشو هو الجديد يلي بقدموه وكيف كانت الكواليس. اسمك للكاميرا لو سمحتي. رضا ممدوح ابو زيد. وناشد كل المؤمنين بيها ان هم يشيروا الفيديو. البرامج الديب فيك والفبركه بتعمل اكتر من كده. ساعات الواحد بيعمل حاجات مش مقتنع بيها عشان اتعرض لظلم كبير. منذ اليوم الاول لعرضه خلق المسلسل حاله من التشويق والاثاره عند الجمهور، خاصه وانه بيناقش مجموعه من القضايا الهامه جسدها توليفه مميزه من الفنانين، من بينهم الفنانه حنان مطاوع يلي قدمت دور استثنائي اتقنته ببراعه كبيره. رضوى شخصيه شديده البساطه اتعرضت لظروف استثنائيه، شخصيه عايشه اليوم بيومه، عايزه تدبق القرشين عشان تربي دنيا بنتها، ومبسوطه بجوازتها اللي ما فيهاش حب ولا عواطف، بس شبه ستات كتيره جدا. فإذ بيها الدنيا كلها بتتقلب وبتتحط في وش المدفع، وهي شخصيه مش مقدام. نصيحه للبنات، فقلت من قلبي اكيد ما تتجوزيش واحد زي عبد غني. قالوا ما تتجوزيش حد زي عبد غني، لازم يبقى عون وسند ويبقى في ظهرك طول الوقت. اللي باني مش هشتريه عبد غني من غير زعل. ايوه رضوى، بس انا يعني جيت لحد عندك واعتذرت لك. التحرش والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا كانت من ابرز القضايا يلي ناقشها المسلسل، فهيدي القصص كانت سبب من اسباب نجاحه وتصدره الترند لفترات طويله. انا شخصيا بخاف من التكنولوجيا، برغم اني برضو غصب عني بقيت اسيره ليها، غصب عني بعرف الاخبار منها. خطورتها انها بتضلل الحقيقه، فجأة بيبقى الحق باطل والباطل حق. الـ AI مرعب، وشايف ان احنا كمان احنا لسه في اول حاجة، في اول مرحلة، في لسه ما رحناش في حتت، فحاسس ان الموضوع هيبقى مرعب وهيبقى ريبليسمنت بني ادمين، وممكن يعني ممكن ممثل ما يروحش يمثل ويلاقي نفسه في، فالموضوع شوية محتاج قواعد والتنظيميه. يعني استاذ مصطفى ما تكبرش الموضوع، مش للدرجه دي، باين قوي ان احنا عاملينه بالذكاء الاصطناعي. يعني هنشرح يا جماعه، والله هنتحبس احنا والذكاء الاصطناعي. لكن ده هو بالظبط. ايوه، برامج الديب فيك والفبركه بتعمل اكتر من كده ومحدش بياخد باله. احنا ممكن دلوقتي حالا واحنا قاعدين نخلي عمرو دياب هو اللي دخل وخرج من العياده، كريم عبد العزيز، الراحل عبد الحليم حافظ. مسألة ما بقتش صعبة خالص. هيدا المشهد يلي تألق فيه الفنان صدقي صخر نال إعجاب الجمهور والنقاد، ولهيك حبينا نعرف تفاصيل أكتر عن شخصية المحامي لطفي عبود. أنا قعدت أتفرج على مرافعات كتيرة، على فيديوهات ليها يعني على اليوتيوب، فخدت تفاصيل كتيرة من محاميين حقيقيين يعني موجودين، وان صوته برضو مش زي يعني مش زي صوتي الهادي كده، هو صوته بيتكلم فيها كانه يعني دايما مخارج الالفاظ واضحه لان هو بيترافع، فالعربي بتاعه كويس جدا. اول ما جت الحلقه دي، اول ما قريتها وانا حامل همها وحامل هم يوم تصويرها، فعملناها مره واحده تك 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 تك، وكانت ليها كده ايه كان ليها تأثير كده في المحكمة فعلا. انا كل اللي قصدته اني اعرض نموذج مصطنع مفبرك بالذكاء الاصطناعي لسيادتك وانت بتدخل وتخرج من العيادة بنفس الطريقة اللي تمت بيها فبركة الدليل ضد موكلتي رضوى ممدوح. وفي وسط كل هيدي المشاكل بنلاقي لاين كوميدي جسده الفنان عمرو وهبة. بحب الهزار وبحب الكوميديا، بس ما بحبش فكرة الادوار اللي بيطلع يلطف ويمشي. ما عنديش مشكلة أهزر وما عنديش مشكلة الريليف بتاع المسلسل، بس في نفس الوقت أبقى مؤثر في الأحداث، يبقى الموضوع فيه حاجة، يبقى فيه بقدم حاجة، مش بس بكسر جو، لازم يبقى فيه ثقل يعني للموضوع. في العلالي يا ابني، ده أنا بنام في المكتب يا حبيبي، أنا معايا عربية ممكن تتحط في متحف الحضارات عادي، أخوك بيديني مرتبين يعني عفرش. بس يا ترى شو هي أصعب المشاهد يلي قابلتهم أثناء التصوير؟ أنا أول ما قريت المشهد ده تخيلت انه اول حاجه هتيجي في دماغها انه هيحرمها من بنتها. المشهد ده خدناه طبعا وان تيك، دراعي الشمال نمل كله، هو مشهد تاني بس مش هحرقه لانه لسه جاي في الاحداث. انت الحلو اصلا قوي قوي قوي، خلي عندك. الدافع لما بيكون انتقام بيبقى القاتل مش واعي، مش حاسس بحاجه. ورضوى قاعده على الترند ومربعه ومش هتنزل من عندها. خلاص بقى، ما بقاش حلتي حاجه غير ان انا اطلع واحكي.